طيب نروح بقى مع حضراتكم لاخر اخبار النادي الاهلي مع زميلتنا هنا والقاسم مراسلة قناه الاهلي من مقر النادي بالجزيره. هنا صباح الخير عليكي، وعايزين نعرف منك كده اخر اخبار النادي يعني في الصحف والمواقع المختلفه، اتفضلي. خير عليكم يا نهواند ويا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هنقل لكم الأجواء وكمان أهم وأبرز أخبار النادي. في البداية هبدأ بالأجواء. الحقيقة أن توافد الأعضاء على مقر النادي الأهلي بالجزيرة في هدوء نسبي، يمكن أغلب الأعضاء المتواجدين داخل الفرع من فئة كبار السن، لكن طبعا الأعداد بتزيد على مدار اليوم، ودرجة الحرارة داخل المقر دلوقتي 22. هننتقل بقى لآخر أخبار النادي ونبدأ بالأخبار الاجتماعية. الحقيقة أن لجنة الطفل تحت رعاية اللجنة العليا للجان وكمان الإدارة التنفيذية حابة تعلن أن يوم الجمعة القادم هيكون فيه مهرجان تعريفي برياضة ألعاب القوة. المهرجان إن شاء الله هيكون في فرع مدينة نصر، هيبدأ الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 5 مساء، وهيكون فيه أنشطة كتيرة زي الحواجز والرمي بالأدوات البديلة وكمان الكرات الطبية. طبعا اليوم هيكون experience أو تجربة جديدة على جميع الأطفال، فياريت كل الأعضاء تتوجه لإدارة العلاقات العامة في الثلاث فروع وتسجل اسم أولادها، لأن هو بأسبقية الحضور وبحد أقصى 100 طفل. هيتم تقسيم طبعا الأطفال لثلاث مجموعات، وهيكون يوم الحقيقة فيه أنشطة كتيرة، فياريت كل الأعضاء يتوجهوا ويسجلوا اسم أبنائهم. هننتقل بقى لآخر أخبار الفرق الرياضية، ونبدأ طبعا في البداية بالفريق الأول لكرة القدم. امبارح طبعا كان في تدريب، والحقيقه انه حرص المدير الفني موسيماني على عقد محاضره قبل التدريب، وكل ده طبعا استعدادا لمواجهه الزمالك في نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. الحقيقه ان المران بشكل عام كان مبني على تدريبات بدنيه خفيفه، كان في فقره تصويب على المرمى، وكمان قام الفريق بلعب تراي ماتش او زي ما بيقولوا تقسيمه بطول الملعب. حابه كمان اقول ان الناشئين اللي تصعدوا مع الفريق الأول طبعا بعد انضمام كثير من لاعبي الأهلي سواء المحليين أو الدوليين لمنتخبهم الوطنية، والناشئين دول هم أحمد أشرف، محمد أشرف، عمر رزق، إبراهيم السيد، وأحمد السيد غريب. طبعا بنتمنى التوفيق لجميع لاعبينا والتأدية أداء مميز. هننتقل بقى للألعاب الأخرى، ونبدأ بلعبة كرة اليد. الحقيقة أن النهاردة سيدات كرة اليد هيستأنفوا تدريباتهم بعد الراحة لمدة 24 ساعة، اللي طبعا منحهم بيها الجهاز الفني بعد الفوز على نادي هليوبوليس بنتيجة 32-12. هيتم النهاردة استئناف التدريبات استعدادا لمواجهة نادي سبورتينج في اسكندرية يوم الجمعة المقبل ان شاء الله. بنتمنى طبعا التوفيق لفريقنا، والحقيقة ان انا حابة اقول ان الفريق الاول لكرة اليد سيدات عاملين موسم عالي جدا لحد دلوقتي في الدوري، قدروا يفوزوا في كل الجولات الماضية، والحقيقة ان احنا بنتمنى لهم ان هم يكملوا على نفس المستوى ده ويقدروا يفوزوا ببطولة الدوري لهذا الموسم. هننتقل بقى للعبة كرة الطايرة. الحقيقة ان ناشئين كرة الطايرة النهاردة هيكون عندهم مباراة امام نادي النصر، هتكون هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيرة. المباراة هتكون الساعة 7:30 ضمن طبعا برضو منافسات بطولة الدوري. بنتمنى الفوز لفريقنا وتحقيق اداء عالي. دي كانت اخبار الفرق الرياضية والاخبار داخل النادي الاهلي وكمان الاجواء. العودة ليكم مرة تانية في الاستوديو. شكرا ليكي الزميلة العزيزة هنا والقاسم.